فريدة حطي حالك محلي، شو بتعملي؟ بعيش نجيب لأنه الدنيا ما بتوقف. هيك رأيك؟ إيه طبعاً. أنت مو بس الدنيا موقفتك ومرجعتك لورا كمان. مرات الرجعة ضرورية. معك حق. مثل رجعتي. معلش تروح تجهز حالك؟ أنت ليش بدك تطلعي؟ بدي احتفل ولو على الهامش بخبريه جايبت لك اياها من اكثر من 3000 كيلومتر. شو هي؟ لا هيك ما بصير. خبريتي بدها كعس. فريدة ترى اذا جايبتي لي عرض من العروض اللي بعرفها لا وقته ولا ظابط ولا ناقصني. جايبت لك عرض مختلف وظابط وبوقته وناقصك. شو؟ أنا حامل. أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يرحمها يا أستاذة ويجعل مثواها الجنة. إن شاء الله بتتموا سالمين. بارك الله. السلام عليكم. يعطيك العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. الله معكم. الله يرحمه ويجعل مثواها الجنة البقاء لله. بارك الله فيك. أبي وين جده؟ بالمدخل شوفوا بالمطبخ. دورت عليه بالمطبخ ما لقيته. بغرفته. ما لقيته. عم تمزح. يكون طلع على الدرج ونزل. يعملها. بسرعة. يلا. بسرعة. بسرعة. يلا. بسرعة. علي تأمرني بشي؟ لا لا روح ورا دور على جد. اعمل جولة في الحي. واقف
ريت لو كان عندي هون أصدقاء أو قرايبين أو حتى معارف، كنت ريحتك وارتحت. كنت على القليلة ما حسيت إني جاي لأنحبس معك. وبعدين نجيب، بلدك كلها صايرة مثلك، حاطة إيدها على خدها وصافنة. بلدي بأزمة فريدة. وإنت بأزمة. تعرفاني شو عم تحكي؟ عم تحكي مع واحد بنته مخطوفة. وبلدك شو بلا؟ مو مخطوفة؟ بدي شو بدك؟ بدي تفك هالعقدة بقى. بدك نتجوز رسمي؟ شو شايفني طالعة من شي فيلم عربي وحبلت قصداً لأتجوزك؟ معلش فهميني، شو بدك؟ أنا عم فكر لقدام، يمكن هي آخر فرصة بعمري لجيب ولد، وأنا ما عندي، وحابة أصير أم، وحقي. بدك تعوضيني يعني؟ عم فكر تشوف قديش بحبك، مو عوضك. أنا عندي ولد جواتي منك نجيب، هذا شو؟ مو حب؟ بلا بلا. لسه بدك تشرب؟ لا لا خلص خلص. بس نطلع من هون، رح ترجع معي على الأوتيل؟ لازم روح على العزاء. إذا بدك بعد العزاء ناطرتك، وبعد كل عزاء فريدة ناطرتك. شوف نجيب، الولد اللي أنا حامل فيه هذا قراري، ولا تحسسني إني عملت شي بدون اتفاق أو غدرتك. أنا ماشي، وخليني أطلع لحالي معلش، البلد صارت صغيرة وما بدها مين يحفظها، بعرف الطريق. وشكراً على العشاء. هون مو أحسن لك دكتور؟ هون مثل هونيك. بدك تقنعني إنه غرفة فخمة بأوتيل فخم مثل هاد مثل البيت؟ كله مثل بعضه. بس هون أأمل لك. شوف، اللي بيقدر يصلي بالبيت بيقدر يصلي بالعيادة. لكن ليش طلعت؟ تشرب قهوة مع هيك؟ إيه طبعاً. سادة؟ سادة. يعطيك العافية، بدنا قهوة سادة، محل ما بقعد ورا الجرايد لو سمحت. شكرا شكرا شكرا. بحب روح على العيادة وكون بين المرضى، وعلى رأي جماعة كرة القدم على ملعبي وبين جمهوري. بتمنى إذا كان بده يصير لي شيء يصير لي بين الناس اللي بيحبوني بالعيادة. ومتأكد إنهم بيحبوك؟ يا سيدي أنا متأكد إني بحبهم. حتى الناس اللي ما بدهم يسلموا الخفيف؟ البعض منهم بيحبوني، وعندي أمل كبير إنه رح يسلموا. إيه بس إذا هن قبلوا يمكن الدولة ما تقبل. بنقنع على الدولة ومنقول لها إنه مصلحتها هون. وبرأيك الدولة رح تسمع منك؟ بالتأكيد. معناتها وضعك من مصالحة سليم كتير. لكن ليه جبتني على مال وشي لهون؟ بدنا منك خدمة تانية. تفضل. شكرا. فاتورة لهون لو سمحت. أي خدمة تانية دكتور؟
يعطيك العافية، شكرا. في بنت رفيقنا مخطوفة، وعنا معلومات بتقول انه في واحد بيقولوا له اللواء ضابط منشق وهي موجودة عنده. لسه ما مليتوا من هالقصة. قلي شو بدك تعرف عنه؟ حاب أعرف شو اسمه وين هو وكيف منقدر نوصل له. شو قلت لي كان اسمه؟ نعرف عنه انه بيقولوا له اللواء. طيب ارجع احكي لي بالتفصيل الممل كل شي بتعرفه. شلي مارا هدي لحكي معك كلمتين. دقيقة بس لنعرف شو بدنا نلبس على العزا. دقله ها. امبارح حكيت مع فريحة العبد الله وساعدتنا بعقد بلبنان. حلو. كل يوم 200 دولار. خلينا نتوكل على الله ونطلع. انت ما بتفهم يا بني ادم، عم اقول لك مرته ماتت امبارح. حبيبي وصحبي وكفاءة يكون نحن من بقية العيلة وأنا ما بعرف يعني. لك زكي أنت ما عندك قلب؟ عندي قلب بس شغلنا أبدأ. نحس بومة النحس. والله ما حدا بومة النحس غيري اللي ببالي. خلاص. طب دي سألك سؤال. أنت مو تركتي البيت هنيك مشان تنسي وتجي تعدي هو؟ إيه. طب خلينا نطلع برات البلد وننسى الدنيا بما فيها. والله فكرة حلوة بس ما بدي. والله انت مفطومه على حليب جواميس من صغرك. خلاص. والله مكاني عم بحكي مع الحيط. سمعنا سكوتك. وش فار؟ سكرت. والله ما حتفتح معك اذا بتبلعي ورق المصحف. لا أمي أنا بحكي من عند زهير. إيه عنده أنا عنده إيه. طب خلص هلا أنا بس يعني إيه لأفضى شوي برجع بحكي معك. إيه برجع بحكي. يلا مع السلامة. كان عند زهير. صباح الخير فريدة. يعني رح تقوم القيامة عليك إذا عرفوا إنك معي؟ أهلي. أمك فريدة أنا ما عم بكذب. عم تختلف كتير نجيب، شو السبب؟ البلد؟ ما بعرف، يمكن طلبت فطور؟ لا. ومانك شربان قهوة وعم بتدخن وعالريق، شفت؟ حتى بهي عم تختلف. شو ناوي تسوي اليوم؟ إذا بدك تضلك معي وأنت عم تكذب ليش لحتى خبرك؟ فريدة ماني ناقصك. تعرف؟ المشكلة فيني مو فيك. شلون؟ بعد كل هالتناقض اللي عم شوفه فيك وبعد كل هالاختلاف اللي مختلف فيه علي لساتني لهلا متعلقه فيك وحبيبتك.
لك من وقت ما شفت ردة فعلك علي وقت قلت لك إني حامل وأنا عم راقب مشاعري وخايفة أكون ندمانة على جيتي لعندك. وشو طلع معي؟ طلعت ماني ندمانة بنو. لا وأضرب من هيك، عم فكر روح لحالي وبراسي دق على باب بيت حمايي وزورهم. أهلي؟ إيه بس بالأول عندي مشوار تاني. فلجتني يا زلمه، هي معلومه بتهز جبلها، شلون عرفت؟ هلا المهم نوصل للزلمه وبعدين بنشوفه، وان شاء الله قريبا جدا. المهم نعرف شو بده هلا. شو بده قلق ومنه غدا؟ والله ما بعرف. هذا الزلمه ما بنحذر عليه، انت بتعرفه مجنون، تاجر بالسلم وهلا تاجر بالحرب، مثل الموت. صغير انا اهم شيء بالنسبه لي بدي اعرف بنتي عايشه ما عايشه. خلص نجيب، هذا الموضوع اتركه علي. هذا كمال. الو ايه كمال، شو؟ طيب ليك هلا انت سكر، انا رح اعمم اسمه على المستشفيات المخافر. ماشي الله معك. شو في ابو لكمال؟ طلع من امبارح وما رجع، ما خلوا قرني وما فتشوا فيها، الله يكون بعونه. شو وصال؟ شو ابوه؟ رح تجي تتعرف على ابنك؟ شلون؟
بقصد إذا سافرت وأنت ما رجعت معي وولدت هنيك، رح تجي تتعرف على ابنك؟ ولا رح ترجع تعمل أب على السكايب والواتس والفيسبوك؟ معلش بلا الحديث هلا هون. حكيته معك بوسط الأحياء ما نفع ولا سمعت. قلت بحكي معك بوسط الأموات، بلكي بينفع وبتسمع. معلش روح لحالي. ما معك تشعيلة؟ عفوا؟ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. حلوة الصدفة ما هيك؟ صدفة؟ ما بعتقد انها صدفة. معك حق، أمن وصدفة ما بيزبطوا مع بعض. هدول غير الله ما بيجمعون، بس ممكن هون يجمعون. معناها في شيء؟ في، مشان ما كركبك وكركب صاحبتك اللي بيجي لعندك براسي. خير؟ هلا نحن بنعرف علاقتكم من زمان من بلاد برا، وبنعرف كمان انك دبرت النومه معها بالاوتيل من فوق الاسطيح. هي قول ما انا مشكله، اكيد ماني جاي لعندك مشان هيك موضوع، لا تخاف. نحن وقت اللزوم بنقدر الحقوق العاطفيه حق قدرها. معلش افهم فريدة، اللي أمها سورية وصار لها كل هالعمر عايش معها، شو سبب زيارتها؟ إجت على البلد وأخذت فيزا على الحدود ومعها 15 يوم لتظبط إقامتها. أنت بدك تظبط لها إقامتها؟ شلون يعني؟ سؤالي كتير واضح، إذا بدها تعمل إقامة لازم يكون في مبرر قانوني، زوج مثلاً. وأنا على علمي أنتم ماكم متجوزين. متجوزين شي؟ انت بدك جاوبك هلا؟ لا مو ضروري تجاوبني هلا. وبطريقك تذكر كل قصص التحويلات والمبالغ اللي بعثت لك اياها، لانه المبالغ صارت عنا بشكل رسمي. فكر فيها منيح. صحيح فريده لساها اجنبيه والبلد هلا مو ناقصها، بخاطرك.
الله روق، كرمالي عندك. ماما هلا بمكان كثير حلو. ما لي دخل بامي. انتوا فيدين وبابا تركينا، لابسين اسود وفرحانين بحالكم. هلا صرتوا تحبوها؟ هلا؟ طيب ما بدك تروح على المدرسة؟ صار لك فترة ما رحت. كرمالي عندك أم. أمي شفت نجيب جاية وجايب معه وحدة. عرفتها. مينو هاي؟ أمي أمي بواجب أخوك بالضيافة لحتى تخلص الزيارة، فهمتي علي؟ فريدة. أهلين. هلو نجوى أخته. أهلا وسهلا. تفضلي تفضلي. واو شو حلو البيت، كتير عريق. إيه. أوه واو كتير في ناس على الحيطان. إيه نحن عندنا جذور وتاريخ وأجداد، يعني عائلة إلى اسمها. غريبة، ليش ما بتفتخر بهيك شيء؟ ولا مرة سمعتك عم تحكي عن هيك شيء. اللي عندهم أخ مثل نجيب العيلة بتفتخر فيه، مو بالعكس، عيلة بتخلف رجال. وين طنط جميلة؟ طنط بغرفتها. أها وغرفة نجيب وين؟ غرفة نجيب لزق غرفة طنط. لزق؟ شو يعني بلزق؟ حبيبتي يعني حدا الحيط على الحيط لزقة. I see. طيب اطلعوا على البرندة ورجيها الاطلالي على ساحة المرجي، انا حسوي لكم قهوة بايدي. اوكي تفضلي. بتعرف كيف قهوتي نجيب؟ ايه. أنا ماني طالعة لحتى أستقبلها، طالعة لحتى البيت هاد يضل فيه كبير، وحضرتها لازم تعرف هاد الشي. طمن رح أعاملها مثل الملازم، لأنه هالبيت بعمره حدا ما فتله وقلبنا فيه وجنا، بعمره ما حدا دق الباب وما سمع الجواب. وطمن ما رح أعاملها كأنها ضيفة، رح أعاملها كأنه هي ست البيت. ترتاحي؟ ماما أنا بيهمني رأيك فيها. رأيي بهيك ناس بده وقت. ما فهمت. يعني أنت بتعرف صار لك أكثر من 15 سنة وهلأ عم تيجي بتاخد رأينا ونحن لسه ما بنعرفها من 5 دقايق؟ معقول؟ أنت بركة نامي. بركة. روح هلأ وإلا أمي عم تحضر عشاء للبيت وجاي. ليك أمي أنا بعرف إنه جاي قاصدة وعاملة براسها حسابات، إذا بدها تطلب منك شيء لا تطلبه بهالبيت، تطلبه برا. شو يعني؟ يعني
إذا بدها تطلب مني من الآخر أمي، أنا ما رح أبارك لك إذا كنت أنت وياها مفسكن شي. خلص مثل ما بدك، مثل ما بدك. ما جاوبتني. فهمت علي؟ فهمت خلص، فهمت. روح هلا وقوم بواجب الضيافة. نحن ما تعلمنا نقلب وشنا بوش طيف. علينا ماما كل يوم نفس الحوار. كاترين صحيح كل يوم عم بنسأل لك، الطرف القصير طالع عليك أحلى من الطويل، لا بقلك كتير. لازم نحكي. جدك بركة هذا البيت، قلبه أبيض مثل الفيلم، يعني شلون بدي شبه لك يا يعني مثل الولد الصغير مثل يوري، شفتي كيف بيزعل وبيرضى بسرعة؟ هيك رجيب نجوى تفضلوا ماما. اي شو هاد يا ام نجيب؟ اصلا طاولة السفرة ما بتنحط هون غير للناس الغوالي. عذبتي حالك ماما. واو كثير هيك تونت. نجيب غالي كثير يا فريدة. امي ليش كل هالاكل؟ يعني كنت عاملينا سندويشة زعتر مسخنة وكاسة شاي. اعمل لك؟ لا امي، وهذا الاكل وين نروح فيه؟ نتصور معه مثلا؟ فكرة. ممكن ناخذ سيلفي مع هاي الطاولة؟ اي طبعا. نجيب سيت شيز. سيت شيز نجيب. في آثار كثير بالشام إذا بتحبي التصوير يا فريدة. إيه كثير بحب. على فكرة فريدة اختصاصها دراسات تاريخية، أخذي فيها ماجستير وبالآثار. أنا ما بحب التاريخ، كله كذب بكذب، كل شيء علمونا إياه كذب. وكنت آخذ صفر كمان على طول. تفضلوا. شو اسكب لك؟ لا امي لا تسكب له، ما حلو توجب الضيف بتحرجه. شو يعني توجب نجيب؟ حبيبتي يعني كلي لحالك كل الشغل اللي بتحبيها، تفضلي كلي. واي نوت؟ هذا فول. في خبز؟ ايه تفضلي. شميه قبل ما تقسمي. انتو ما بتشموا الخبز؟ بشموا. يومي. خبز الحاف بيعرض الكتاف. ترجم لها نجيب. ترجم لها. ما في داعي. اسكبي لي من عندك شوية جبنة مشللة. بس 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 شوف معي هاتي رز بالشاي. تفضل.
ثانك يو. في سكر هون. اوكي. لا الشاي. حلوين. بصحتكم. صحتين. بصحتك امي. ليش هيك بابا؟ ليش؟ العلاقات بتنحكم بالقيم، بس أنا برأيي إنه القيمة الأكبر هي للإنسان نفسه. مثلاً لازم يكون في حرية نوعاً ما، انفتاح لحتى يقدر الإنسان يختبر هاي العلاقة. القيم هي نتاج ثقافة وسلوك ونتاج أو في بتعبر عن حالة مجتمع وعن علاقاته بنفس الوقت. طيب العرف الاجتماعي والعادات مو كمان قيم؟ طبعاً قيم، ما حدا قال لا، بس لازم يكون في حدود منفتحة أكثر لحتى الناس تجرب هاي العلاقة وتتحمل مسؤولية استمرار هاي العلاقة أو منعها. وعلاقتك بنجيب شو؟ معلش نعرف؟ طبعاً نجيب حر وأنا حرة، وحريتنا هي اللي جمعتنا مع بعض. شلون شلون ما فهمت؟ كيف يعني؟ ممكن تعيديلي؟ قصدي إنه حريتنا بالاختيار هي اللي جمعتنا. نجيب كان حر باختياره، أنا كمان نفس الشيء، وجربنا بعض ولكن عايشين. نختلف بالرأي كتير بس منتفق بكل شيء تاني. مثلاً أنا حابة أكون حامل وصير أم، بس نجيب لساته رافض لهي الفكرة. يعني أصول هيك عادي يعني؟ Of course عادي. أنا صار لي أكثر من 10 سنين ما شفت رجال عجبني وحبيته مثل نجيب، وكل اللي بتمناه هلا انه نحن نقبل بعض كازواج بشكل رسمي. شايفه الحضاره اللي انت جيتي منها؟ هي صارت قوانين احترموا حقوق الانسان، بس لهلا هشه ويمكن تسقط باي لحظه لانه فاقده القيم الاصيله. اعطونا الحريات وهي كمان ظواهر. يعني لو شلنا نحن هالقوانين كلياتها اللي عم تحكم الغرب، ما بيفرط المجتمع؟ Maybe I'm not sure. أنا بتفق معك بشغلة واحدة بس، المهم هو الإنسان. الحديث ممتع بس دايمة. شكراً على الوقت الحلو اللي قضيته معكم. أنا إذا بتسمحوا لي حابة أتمشى أنا ونجيب بالأولد تاون. فرصة سعيدة. أهلا وسهلا. باي باي تونت. شرفتي. Let's go نجيب. Yes. Bye-bye.